السلام عليكم. حرائق غابات وأمطار غزيرة وفيضانات، هذه بعض مظاهر أو آثار التغير المناخي الذي يضرب الأرض، وتحذر الأمم المتحدة من أنه قد يجعل الحياة في بعض الدول شبه مستحيلة. التغير المناخي والعرب هو ما تبحثه حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. يعتقد بعض علماء البيئة والمناخ أن مدينة الإسكندرية في مصر قد تختفي من الخريطة نتيجة ارتفاع مستوى البحر في السنين المقبلة، وهو مصير مشابه لعدد من المدن والبلدات العربية الساحلية، والسبب في ذلك ارتفاع درجة حرارة الأرض أو ما يسميه العلماء بظاهرة التغير المناخي. نتوقف مع هذا الموضوع لنبحث ابتداء ماهية التغير المناخي الذي يجري الحديث عنه في الأروقة السياسية والعلمية الدولية، ومن ثم التطرق إلى تأثيراته على المنطقة العربية وإلى سبب غياب الاهتمام العربي الكافي بهذه القضية. للحديث عن موضوع حلقتنا يسعدنا الترحيب بضيوفنا الكرام عبر سكايب من كوالالمبور في ماليزيا، الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بجامعة يونتين الماليزية، وعبر سكايب أيضا من مدينة أوكلاند في نيوزيلندا، الدكتور أسعد يحيى شمس الدين، أستاذ الهيدرولوجيا والموارد المائية بجامعة أوكلاند. كما يسعدنا الترحيب بضيفنا عبر زوم من مدينة طنجة المغربية بالدكتور أحمد الطلحي، الخبير في البيئة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية. أهلا وسهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا مع الدكتور محمد، التغير المناخي يحظى باهتمام كبير في الجزء المتقدم عمرانيا وماديا من الكرة الأرضية، هل يمكن أن تشرح لنا ماهية التغير المناخي الذي يجري الحديث عنه عالميا ويحذر منه؟ مدني، فأنا بنظر لموضوع التغيرات المناخية وتأثيره خاصة على الحياة الاقتصادية في معظم دول العالم العربي. فعلى سبيل المثال حضرتك ذكرت مدينة الإسكندرية، واللي هي أصلا مدينتي في الأصل، أنا اسكندراني، ومنذ زمن طويل جدا، منذ أكثر من 25 سنة، والأكاديميين بيتكلموا وبيقولوا والله إن مدينة الإسكندرية على وشك الغرق، أو أجزاء كبيرة منها على وشك الغرق، لأن كما تعلم حضرتك أن مدينة الإسكندرية في الأصل ما كانتش موجودة أيام الأسر الفرعونية، اللي بناها هو الإسكندر الأكبر منذ قرابة 2350 سنة مضت، وبناها زي ما احنا بنبني حاليا النخيلة، جزيرة النخيلة أو النخيل في دبي، بناها بمشروع كان أول مشروع ردم بحار هو الآن بالإسكندر الأكبر. ولذلك في مناسيب كثيرة في مدينة الإسكندرية عند مناسيب منخفضة جدا، تكاد تكون صفر، يعني مع نفس منسوب سطح البحر. لذلك لما بدأت التغيرات المناخية الحالية وازدياد منسوب البحر بشكل سنوي بما يعادل حوالي 2-2.5 ملم سنويا، يعني محتاج 40 سنة علشان المية ترتفع حوالي متر. فلو حضرتك رحت زرت الإسكندرية حاليا هتلاقي أن كل سواحلها. دكتور محمد، لو أذنت لي بالمقاطعة، يعني فقط يعني سنأتي على ذكر الإسكندرية، ولكن قبل ذلك يعني ربما نحن مع السادة المشاهدين بحاجة لأن نطل بشكل أكثر عمقا وأكثر عملية لنعرف ماهية التغير المناخي. يعني ربما في أوروبا وفي أمريكا هناك ثقافة مجتمعية كبيرة وعميقة بمسائل هذه الظاهرة، لكن ربما يكون الوضع أقل نتيجة الاعتبارات السياسية واجتماعية وسياق تاريخي في الحالة العربية. لو تعرفنا على ماهية هذه الظاهرة من فضلك. طبعا هو العنصر الأساسي في التغيرات المناخية حول العالم بشكل عام هو زيادة الغازات الحارة أو الغازات التي بتشكل ما يسمى الغلاف الزجاجي للكرة الأرضية، اللي بيمنع الكرة الأرضية من أنها تسرب الحرارة اللي فيها. ولذلك على مدار الخمسين أو السبعين سنة الماضية، تحديدا بداية من 1950، ارتفعت درجة حرارة الأرض نتيجة عدم قدرة الأرض على تسريب الحرارة اللي فيها بسبب هذا الغلاف الزجاجي اللي تسببت فيه تراكمات غاز ثاني أكسيد الكربون،
وغاز الميثان. يعني احنا ما نتكلمش فقط على ثاني اكسيد الكربون، ولكن يجب ايضا ننظر نتذكر غاز الميثان. وكلاهما عمل حاجه زي مرايه، فبدل ما كانت الارض بتبعث الحراره بتاعتها بشكل تدريجي وبشكل يعني كويس الى الفضاء الخارجي، لا، الغلاف ده هو عمل نوع من القبه الزجاجيه اللي بتعكس الحراره مره ثانيه للارض، وهذا ادى الى زياده درجه حراره الارض الى حوالي ما بين واحد وقريبا سنصل الى 1.5 درجه مئويه، ومع نهايه هذا القرن قد نصل الى 2 درجه مئويه. سخونه الارض ككتله لواحد ونص او 2 درجة مئوية تختلف تماما عن احنا كبشر لما المناخ بيزداد درجة حرارته 3 4 درجات. انت ممكن تغير قميصك في حالة ارتفاع درجة الحرارة 3 4 درجات، ولكن التغيير الطفيف جدا في درجة حرارة الأرض ككوكب 1 درجة مئوية أو 1.5 درجة مئوية، ده بيكون له نتائج عكسية كتيرة على سلسلة من التفاعلات المناخية الطبيعية، منها التيارات البحرية في البحار، منها الذوبان التاريخي في القطب الشمالي والجنوبي، منها ارتفاع مناسيب البحار، منها حدوث نوع من التغيرات المناخيه الحاده جدا، كان يكون في جفاف كتير في مناطق كتيره، جفاف كبير في مناطق كتيره يقابله في المناطق الاخرى فيضانات عارمه لم تكن معروفه لدى الشعوب، زي ما شفنا حاليا في اوروبا وشفنا في تشاد حيث الميه جافت تماما، فتلاقي في مناطق فيها جفاف شديد ومناطق فيها فيضانات شديدة، وهذا هو ما يعرف بشكل عام بالتغيرات المناخية وأثرها على كوكب الأرض. طيب لو انتقلنا الى الحديث مع الدكتور اسعد من اوكلاند، او اللي نسال الدكتور احمد من طنجه المغربيه، دعني دكتور احمد من فضلك انقل لك نصا اوردته وكاله امنيستي، وهو نص مهم قالت فيه ان التغير المناخي يحظى باهتمام كبير في الجزء المتقدم عمرانيا، او ذكرت ان موجات ارتفاع الحراره سوف تحصل على نحو متزايد أكثر تكرارا وستستمر لفترة أطول، وتصبح وقائع هطل الأمطار الغزيرة أكثر شدة وتواترا في الكثير من الأنحاء، أنحاء العالم تقصد، كما ستظل المحيطات تزداد حرارة وتتحمض، وسيستمر مستوى البحر العالمي الوسطي بالارتفاع، وكل هذا سيكون له بحسب أمنيستي طبعا سيكون له أو بدأ بالفعل أن يكون له تأثير مدمر على حياة البشر. لو تأذن دكتور أحمد أن تشرح لنا بلغة توضيحية تبسيطية ماذا يعني هذا الكلام، ماذا بعد ذلك إذا ما حصل ما حذرت منه أمنيستي. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على الاستضافة. بالنسبة للتغيرات المناخية، بدأ قبل الدكتور محمد الحافظ بتعريف للتغير المناخي، وأنا أفضل التغيرات المناخية لأنه لن يكون هناك استقرار أبدا للمناخات، فهناك سيكون دائما هناك تغير، فأفضل بصيغة الجمع على صيغة الفرد. ببساطة جدا، التغيرات المناخية هي التحولات التي تعرفها المناخات بشكل غير طبيعي بسبب تدخل البشر. كان دائما في الماضي قبل ظهور الإنسان كانت هناك تغيرات مناخية، الصحراء كانت منطقة خضراء ثم أصبحت صحراء، مثلا الصحراء الكبرى، صحراء الجزيرة العربية إلى آخره، ولكن التغيرات المناخية الحالية التي نعرفها منذ الثورة الصناعية إلى الآن هي بسبب الأنشطة البشرية، بسبب التلوث المفرط للغلاف الجوي. فالغلاف الجوي مثل ما كان هناك مكبات لنفايات البشرية المنزلية والصناعية، فالبشر اتخذوا الغلاف الجوي مكبات للنفايات الغازية مثل النفايات المادية يعني الصلبة، هناك مكبات للنفايات في الأرض، هناك في الغلاف الجوي أصبح هناك مكب كبير تخزن فيه ما يسمى بالغازات الدافئة، وهي غازات كثيرة جدا ولكن أكثرها الكربون، ولكن وأقلها من حيث الفاعلية يعني فاعلية الاحترار في الاحترار للأرض. فهذا الاحترار وهذا التكدس الغازات الدافئة في الغلاف الجوي جعل أن الغلاف الجوي يعني مثل قبة، مثل السقف الزجاجي
لا يجعل يعني الغازات تمتص من خلال الطبيعة، فتكدست وتراكمت، فأصبح هناك احترار. والحرارة كما قال الدكتور محمد حافظ، الآن آخر تقرير في الشهر الماضي، حرارة الأرض زادت بدرجة 1.1، لم تعد فقط درجة واحدة، 1.1، يعني نقترب كثيرا إلى 1.5، وهو الهدف الذي اتفق عليه الجميع في اتفاق باريس في سنة 2015، على أن الحياة البشرية والأنشطة البشرية ستتحمل احترار الأرض ما بين 1.5 إلى درجتين. إذا تجاوز درجتين، ربما لا قدر الله ستصبح الحياة صعبة إلى آخره. طيب، هذه التغيرات المناخية، نبسط كذلك للجمهور الكريم، يعني عندها تظاهرات. التظاهرات هي ما نراه الآن، ما نراه المواطن البسيط في العالم العربي، في خارج العالم العربي، سيلاحظ أن هناك ما يسمى بالحالات القصوى، يعني جفاف حاد، حرارة حادة، برودة حادة، مناطق كانت لا تسقط فيها الثلوج أصبحت تسقط فيها الثلوج، مناطق كانت مطيرة أصبحت أقل مطرا، هناك فيضانات إلى آخره. ثم هناك من مظاهر التغيرات المناخية هو عدم انتظام الفصول، فالمناطق التي كانت فيها 4 فصول الآن تقترب أن تصبح فقط فيها فصلين، فصل حار وفصل بارد. هذه ثم هناك كذلك هذه الكوارث هي نوعان أيضا، كاين كوارث مؤقتة مثل فيضان مثل جفاف، ولكن الأخطر هو كوارث دائمة والمتمثلة أساسا في التصحر في منطقتنا مثلا العربية، هناك التصحر، وكذلك ظاهرة ذوبان الجليد. ذوبان الجليد لن يعود في المستقبل الجليد، هذا الجليد الذي تكون عبر ملايين السنين عندما يذوب لن يعود مرة أخرى إلى حالته الصلبة. والمتسبب الأساسي في هذه التغيرات المناخية هي الدول الصناعية، ولحد الآن سواء الدول الصناعية القديمة مثل أوروبا وأمريكا الشمالية أو الدول الصناعية الحديثة مثل الصين. نعم، هذا الصين الآن هي مسؤول. دكتور أحمد، يعني الدول الصناعية من أمريكا وأوروبا وربما أيضا الصين واليابان بدرجة أقل، وربما بدرجة أقل من الجميع ماليزيا، هي دول متقدمة عمرانيا، ولكن أريد كنت يعني أدخر السؤال عن درجة إسهام العرب، وهنا أتحول إلى الدكتور محمد في ماليزيا مرة أخرى، ما درجة إسهام العرب في هذا التغير المناخي أو التغيرات المناخية كما يفضل ضيفنا من طنجة، وما مدى وطبيعة الأثر الذي يمكن أن يلحق بالمنطقة العربية؟ سؤال مركب طبعا. هو طبعا الوطن العربي ليس منطقة صناعية زي أوروبا أو أمريكا أو الصين، فنحن نلوم الوطن العربي بأن هو يعني من أحد المسببات الرئيسية للتغيرات المناخية. على العكس، الوطن العربي هو ضاحية هذا الأمر، ولذلك دور الوطن العربي أنه هو المصدر الأساسي للوقود الكربوني اللي بنوفره لأوروبا والصين والأمريكا، واللي هم بيحرقوه بعد كده بيطلع علينا على هيئه كربون. فهي دي بس الدور الوحيد للدول العربيه، انما اجمالي الكربون اللي بيطلع من الدول العربيه بالكامل اعتقد نسبيا بسيط جدا، ليس بعنصر يعني هام في معادله التغيير. معادله التغيير من حيث تراكم ثاني اكسيد الكربون جاي من الصين، جاي من اوروبا، جاي من امريكا. يضاف الى ذلك، يعني انا يعني عايز اضيف على نقطه للضيف الكريم من المغرب، ان افريقيا اللي هي ليست دوله صناعيه، قاره افريقيا اللي هي لا تمثل كتله صناعيه دوليه، ولكن كميه الحيوانات اللي فيها دي بتنتج كميات كبيره من غاز الميثان اللي هو اكثر شراسه من حيث الغازات الدافئه عن حتى ثاني اكسيد الكربون. فاعتقد ان العالم كله بيشارك في اصدارات كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون والميثان، وربما الوطن العربي يعتبر أقل مساهم في هذه الأمور. ده بالنسبة لدور الوطن العربي كعنصر في التغيرات المناخية، هو في الواقع هو ضحية لهذه التغيرات المناخية اللي أسبابها كلها جاية من خارج الوطن العربي. ده هل أنا على سؤال حضرتك كده، ولا هو حضرتك سألتني سؤالين مع بعض؟ يعني طبيعة الأثر الذي قد يلحق بالمنطقة العربية ومستوى
يعني التداعيات. زي ما قلت لك احنا ضحايا، احنا ليس مذنبين في هذا الامر، احنا ضحايا التغيرات المناخيه. هذا ما اسالك عنه، العرب كضحيه، اي اثر سيلحق بهم؟ حجم الضرر وطبيعه الضرر الذي ستتعرض له المنطقه العربيه؟ سينعكس بشكل كامل على كميات المياه الصالحه للشرب وللزراعه اللي جايه للوطن العربي، ده احد العناصر. ثانيا موضوع غرق بعض المدن على سواحل البحر المتوسط تحديدا وربما في المغرب ايضا، ده احد العناصر. ولكن اللي انا شايفه اخطر اثر هو كل الموارد المائيه اللي هتبدا تصل للوطن العربي نتيجه التغيرات المناخيه الحادثه سواء داخل الوطن العربي او من دول بتورد لها المياه. طيب انت قبل ان نعود الى الدكتور احمد في طنجه، دكتور محمد لديك بعض الخرائط او الارقام المتعلقه بموضوع الحلقه وتريد ان تتحدث عنها، عن مدى التاثير وطبيعه التاثير الحاصل في العالم، تريد ان توضح لنا بلغه الارقام عن حجم وطبيعه التغيرات المناخيه، وهذه ما نشاهده على الحلقه، يعني لو تعلق عليها دكتور محمد. اوكي لحظه بس اجيب الصور. اوكي انا كنت ارسلت لحضرتك الخريطه العامه لكميات المياه المتوفره للمواطنين في العالم العربي، وزي ما حضرتك تشوف الخريطه الاولى هتلاقي ان معظم الدول العربيه في سنه 2022 او بدايه من 2020 معظم حصه المواطن بتصل لقرابه 500 متر مكعب في السنه، وهذا تقريبا يعادل نصف الحد الأدنى للمياه المفروض أن يتمتع بها المواطن في أي مكان في العالم. الحد الأدنى هو 1000 متر مكعب، ولكن زي ما حضرتك شايف من الخريطة أن معظم الدول بتعاني من نقص حاد من المياه، ومواطنيها بيحصلهم على كمية مياه أقل من 500. عندك على سبيل المثال دولة الأردن حصة المواطن بتصل لحوالي أقل من 100 متر مكعب. نتيجة هذا لما أنت ما يبقاش عندك مياه كافية علشان تزرع، انت بتضطر ان انت تستورد مياه على هيئه اغذيه، فانت بتضطر تستورد رز وقمح ولحوم وكل هذه الامور. لذلك تعتبر في الصوره الثانيه اللي اشرتها لحضرتك بتلاقي ان الوطن العربي هو اكبر مستورد للاغذيه. ده ليه؟ لان ما فيش ميه انك تزرع، فبدل ما انت بتزرع قمح انت بتستورده زي ما حاصل في مصر حاليا. 60% من احتياجات مصر من القمح بنستورده. استيراد القمح ده في الواقع هو ليس اكثر من ان انت بتستورد ميه على هيئه حبوب. لو حضرتك بصيت للخريطه اللي ارسلتها لحضرتك بتاعه المياه الافتراضيه هتلاقي ان كل العالم كله بيصدر الاغذيه لدول العالم العربي، ويعتبر العالم العربي اكبر مستورد للاغذيه. يلي ذلك اللي هو التيبل الاخر اللي هي كميات المياه المستورده، هتلاقي دولة زي مصر تقريبا بتعوض النقص في المياه بتاعتها نتيجة التغيرات المناخية ونتيجة أمور أخرى وزيادة سكانية، إنها بتستورد سنويا حوالي 30 مليار متر مكعب من المياه على هيئة حبوب قمح وسكر ورز وغيره. وكذلك الدول زي السعودية زي قطر زي الكلام ده. فكل دولة لو في العالم العربي في مياه كافية ما كنا احتاجنا لهذا الأمر. نعم اعتقد دي اهم النقط. بعد كده ممكن نتكلم على التحليه. نعم. طيب ذلك نقص المياه بيسبب زياده فاتوره الاستيراد، وكلما نقصت المياه كلما زادت فاتوره الاستيراد، وده في الاخر بيجي على المواطن العربي بشكل عام. ومصر في هذا على حافه الخطر بعد قضيه سد النهضه الاثيوبي. دعني اتحول الى طنجه المغربيه. دكتور احمد، الأخطار التي يمكن أن تهدد الوطن العربي وتحدث عن جزء منها أو بعض مظاهرها الدكتور محمد من ماليزيا، هل الوطن العربي برمته معرض إلى درجة واحدة من الخطر أم ثمة تفاوت، وعلى ما يعتمد هذا التفاوت؟ طبعا قبل الجواب عن سؤالكم لو سمحت أستاذي الكريم أرجو أن ندقق مسألة معينة، هي أنه المسؤولين عن التلوث الغلاف الجوي وعن انبعاثات الغازات الدافئة لم تعد فقط الدول الصناعية سواء القديمة أو الدول الصناعية الحديثة مثل الصين وكوريا الجنوبية وغيرها، حتى الدول العربية أصبح لها دور كذلك في تلوث الغلاف الجوي. فالناحية الكمية عندنا السعودية مثلا، المملكة العربية السعودية
تحتل الرتبة التاسعة عالمياً من حيث الانبعاثات الغازية، الغازات الدافئة. الرتبة الأولى الصين ب25%، ولكن السعودية هي أقل من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الديموغرافية، ولكن يعني الكمية التي تنبعث من المملكة العربية السعودية تقدر ب571 ميجا طن سنويا، وهذا بكثير يعني كمية كبيرة تشكل نسبة يعني تقريبا 2% من الانبعاثات التي تنبعث من الأرض، من كوكب الأرض، مقارنة مع المغرب. المغرب يحتل الرتبة 136، مع أن المغرب يعني عدد السكان أكثر من المملكة العربية السعودية، ويعني نسبة ضعيفة 0.2%، يعني عشر. ما مسألة أخرى وهي المعدل الفردي، ترتيب الدول بالنسبة لانبعاثات الغاز الغازية، كاين ترتيب حسب الكمية الإجمالية، وكاين ترتيب حسب المعدل الفردي. للأسف الشديد نحن دولنا العربية، ثلاث دول عربية تحتل الرتبة الأولى والثانية والثالثة. الرتبة الأولى هي قطر بمعدل 37 طن للفرد سنويا، الرتبة الثانية الكويت 23.5 طن، الرتبة الثالثة السعودية 19.4، ثم الرتبة الرابعة تأتينا الدول المتقدمة صناعيا، كندا 17، أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية 16، ألمانيا 1، الصين 8، المغرب مثلا 1.9 طن متري للفرد. ف مثلا من اجل المقارنه. طيب هذا ربما يعني نعم ربما بينتها بشكل جلي دكتور ولي، لضروره الوقت يعني نعود الى سؤالنا عن مدى اتحاد العرب او الوطن العربي برمته من حيث تعرضه، نسبه تعرضه للخطر. هل العرب كلهم، الدول العربيه، على درجه واحده من تاثيرات وتداعيات التغيرات المناخيه كما تفضل، ام ثمة تفاوت في ذلك؟ كان هناك تفاوت، حتى الاحترار هناك تفاوت. نعم. ليس الآن بعض الدول تجاوزت 1.1 الآن درجة، يعني درجة الحرارة من الاحترار. هناك تفاوت. مثلا أعطي مثال، الدول في شمال إفريقيا، الدول المغرب العربي خصوصا المغرب وتونس. نعم. وليبيا، الثلاث دول ستكون لها آثار أخرى مغايرة عن الدول، باقي الدول العربية. الدول العربية أخرى كما تفضل الدكتور محمد، سيكون هناك تآكل الساحل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، ضعف نقصان الموارد المائية، ولكن سينعكس كذلك على ما سينعكس على التنوع البيولوجي الحيوي. سنفقد أصناف كثيرة من الحيوانات والنباتات، ستنمحي. نعم. ستنقرض. هناك باسم هذه الدول الثلاثة، ربما دول أخرى لست أدري، ولكن المغرب أساسا بحكم قربه من القارة الأوروبية وتونس وليبيا. نعم. سترتفع نسبة الهجرة غير الشرعية، سيستقبل المغرب مثلا تقديرات أنه ما يسمى بالهجرة المناخية من الدول الإفريقية نحو أوروبا. تقديرات الآن أنه في العقود القادمة ستصل إلى 200 مليون مهاجر، ليس كلهم سيتمكنون من العبور، سيتبقى الملايين في هذه الدول. نعم. خصوصا ليبيا وتونس والمغرب. فليس كل الدول. نعم. العربية على نفس المستوى، سواء من التلوث وسواء من تداعياته، من نسبة تداعياته على المنطقة العربية. ربما بات هذا واضحا. سنكمل هذا الحديث، ما زال الكثير من الحديث، ولكن بعد العودة من فاصل قصير. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن التغيرات المناخية والعرب.
المنطقة العربية في قلب العاصفة، وهي من أشد أو أكثر المناطق عرضة لمخاطر التغيرات المناخية، ولكن ربما يكون ما أكثر ضررا هو غياب الوعي المجتمعي بتداعيات هذه الظاهرة. هذا ما نبحثه، لكن بعد متابعة التقرير التالي. يشكل تغير المناخ تهديدا مباشرا للبشرية على البقاء والنماء والازدهار، وتعيش البلاد العربية اليوم حالة استبداد شامل وتخلف اقتصادي وشبه انهيار في بعض البلاد، كما أن جوعا وشظفا في العيش وبطالة متفشية وبؤسا اجتماعيا. وحتى في البلاد التي تتمتع ببعض الثروة فإنها منهوبة ومهدورة. ووفقا لآخر الأبحاث من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أمامنا نحو 10 سنوات لإجراء التحول الضروري لتجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ، حيث يلزم تخفيض مستوى ثاني أكسيد الكربون في الجو بمقدار 45% بحلول عام 2030 لمنع تجاوز الاحترار العالمي لتجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ. وفي البلاد العربية تواجه البيئة تغيراً بسبب ضعف الإمكانات والأدوات وعدم اهتمام الأنظمة في هذا الموضوع الخطير، فالبيئة والمناخ في العراق على أعتاب كارثة، وأزمة الجفاف تشتد، وهناك مخاوف من اتساع آفة التصحر. وفق أرقام رسمية فإن التصحر بات يجتاح 40% من الأراضي الزراعية العراقية، كما تهدد زيادة ملوحة التربة القطاع الزراعي في 54% من الأراضي المزروعة، إضافة إلى أن موسم الأمطار في العراق لعام 2020-2021 هو الأكثر انخفاضا خلال 40 عاما مضت، مما تسبب في نقص حاد لتدفق المياه في نهري دجلة والفرات بلغت نسبته 74%. وكان المجلس النرويجي للاجئين قد حذر في أحدث تقرير أصدره من تفاقم الكارثة الإنسانية مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات الأمطار والجفاف في جميع أنحاء العراق، مما يؤدي لحرمان الأهالي من مياه الشرب ومياه الري. ويؤدي الجفاف والتغير المناخي في نسق سقوط الأمطار إلى فشل المحاصيل الزراعية وزيادة أسعار الأغذية، مما يعني انعدام الأمن الغذائي والحرمان من الأغذية للفقراء، وهذا قد يؤدي إلى تأثيرات تمتد مدى الحياة، إضافة إلى تدمير سبل العيش وزيادة الهجرة والنزاعات. إذن التغيرات المناخية ظاهرة خطيرة تضرب العالم والوطن العربي في قلب العاصفة. أذهب إلى أوكلاند لأسأل الدكتور أسعد. أهلا ومرحبا بكم دكتور أسعد شمس الدين. في ظل انشغال العالم بالتحدث عن هذه القضية وبحث سبل مواجهتها، قد يسأل سائل: هل يحمل العرب القدر الكافي من الوعي بهذه الظاهرة وبمخاطرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نشكر قناة الرافدين على استضافتنا لنتحدث عن موضوع التغيرات المناخية. فإذا تكلمنا عن الوطن العربي، فيعني لابد يعني ما إزادة يعني فلا بد من زيادة الوعي بالنسبة للمواطن، لكن توجد يعني هناك عدة محاولات من جهات حكومية وغير حكومية والأمم المتحدة يعني لزيادة الوعي وتقييم المخاطر الناتجة من التغيرات المناخية. محاولاتها لزيادة مساحة الوعي عند العرب، أن هناك يعني كلاما ضمنيا بأن العرب لا يمتلكون الوعي الكافي بهذه القضية. هل تتحدث عن العرب كمجتمع أم حتى كطبقة سياسية حكومات؟ لا، هذا لا يعني انه العرب لا يفهمون ولا لا يدركون. ليس مرتبطا بالفهم بقدر ما هو مرتبط بدرجة الوعي العلمي بهذه القضية دكتور. طبعا هو الأمم المتحدة يعني هي لها دور قيادي يعني في تقييم التغيرات المناخية في كل العالم، فهي بتساعد دول عربية وغير عربية يعني.
طيب سؤالي لك وأنت يعني والأمر طبعا يحتاج إلى كثير من الشفافية والابتعاد أكثر عن المجاملة، لأن الموضوع ربما يمس العرب وجوديا، برأيك ما سبب غياب الوعي الكافي، دعنا نقيده بالكافي، ما سبب غياب الوعي الكافي عند العرب بهذه القضية التي تعرض وجودهم كينونتهم للخطر في الوقت الذي تحولت فيه إلى قضية مجتمعية في دول مثل السويد، مثل ألمانيا، مثل فرنسا؟ والله يا طبعا المشكلة الأساسية هي يعني غياب الوعي، لازم يعني أنت عشان توعي الناس يعني لازم يكون عندك مجهودات عشان وبرامج عشان توعي الناس، والتوعية تبدأ يعني مثلا في المدارس، لازم يكون في وعي عن مثلا عن المصادر المائية وعن التغيرات المناخية، وبرضو لازم توعي الإنسان العادي والإنسان في الريف وفي المدن. فهذا الموضوع يحتاج إلى يعني إلى برنامج، إلى برنامج تعليمي مكثف، ويجب أيضا يعني تبسيط الرسالة لكي يفهمها المواطن. طيب جميل، يعني ربما من حظ الدكتور محمد في ماليزيا الذي سأتحول إليه أن الدكتور أسعد إجاباته مقتضبة. دكتور محمد، هل غياب الوعي له أثر يعني يمكن أن يقول عميق على المنطقة العربية؟ أو دعني أطرح السؤال بكلمات أخرى أو بطريقة أخرى، ما الأشد خطرا على المنطقة العربية، هل ظاهرة التغير المناخي بذاتها أم غياب الوعي بهذه الظاهرة؟ أكيد كلاهما يعني خطير، غياب الوعي والتغيرات المناخية، ولكن لما يكون في تغيرات مناخية أنت مش بإيدك حاجة هتحصل، ولكن لما تكون أنت عندك وعي فأنت ممكن تكون مستعد ليها. خد بالك إحنا ممكن نعيش وممكن ننمو في ظل هذه التغيرات المناخية لو إحنا عندنا الوعي الكافي. فعلى سبيل المثال أنا هدي لك مثال بسيط جدا، تعرف إن أنا مصري ومصر حاليا بتعاني من مشاكل سد النهضة، هل تعلم ان الاعلام الحكومي والشعبي لا يذكر اي شيء عن سد النهضة، لان هو يعلم ان هذا الامر حساس جدا لدى الحكومة ولدى النظام، واللي هم مش عايزين يتكلموا في هذا الامر حتى لا يزيروا اي من الحزن او من الاثار السلبية من المواطن ضد الحكومة. فالحكومات التي تسيطر على الاعلام العربي بشكل كامل هي اللي بتقول للإعلام اتكلم في إيه وما تتكلمش في إيه. عايز تتكلم على غرق الإسكندرية، غرق الإسكندرية ده هيتطلب من الحكومة أنها تعمل مصدات للأمواج وتعمل مشاريع ردم بحار، وهذه الأمور محتاج ميزانية كبيرة. فأحسن حاجة أن أنت ما تتكلمش فيه وخلي اللي يحصل يحصل، لأن احنا ما عندناش فلوس نصرف على هذه الأمور. فطالما أن الإعلام يعمل لخدمة الحكومات وليس لخدمة المواطن ومستقبل البلاد، فتوقع ان الحكومات ستطلب من الاعلام تغييب اي شيء جدي يؤثر على حياه المواطن بشكل سلبي. هذا بالنسبه للتغيير. انما التغيرات المناخيه خد بالك هي حاصله في العالم كله، يعني كل بشر كل مواطن في اي مكان في العالم سيتعرض ليها، وممكن ان احنا نعيش وممكن ان احنا نتخطاها وممكن حتى ان نحولها لاثار ايجابيه لنا لو احنا ادركنا خطورتها وتعاملنا معها مع بداية الأمور. لا ننتظر غرق إسكندرية عشان ننقذها، ولكن نبدأ من دلوقتي إن احنا نعمل أمور تنقذ إسكندرية ولا يحدث ضرر. وهذا ما سنبحثه في المحور الأخير من الحلقة دكتور محمد، لكن تحدثت عن مثال مصر وما ينبغي أن يقال وما لا ينبغي أن يقال، دعنا نسمع رأيا من المغرب، وهي دولة عربية مهمة وكبيرة وذات إنتاج معرفي في الآونة الأخيرة، وهي مهددة من جهتين، ربما من جهة الصحراء ومن جهة البحر. لأسأل الدكتور أحمد في طنجة، دكتور أحمد ما الذي يجعل النخب المغربية يغيب عنها الاهتمام بهذه القضية؟ لماذا المغاربة يتكلمون في الفلسفة ببراعة، يتكلمون في الفكر، يتكلمون في الأدب، يتكلمون في شؤون معرفية كثيرة، لكن تغيب هذه القضية التي تهدد أصل وجودهم من الصحراء ومن البحر؟ يعني حقيقة المغرب على الجبهة في هذه القضية، ما الذي يحول دون تحول هذه القضية إلى قضية مجتمعية، قضية رأي عام؟ طيب بالنسبة للوعي العام ظاهرة التغيرات المناخية مفقود في كل الدول العربية، بل بعض الدول العربية كان من المحرمات الحديث عن التغيرات المناخية، خصوصا الدول البترولية لأن
كانت تنعت وتتهم بأنها هي المسؤولة عن انبعاثات الغازية، بينما في الدول غير بترولية أساساً في المغرب والأردن، هاتان الدولتان هما أكثر يعني تقدماً في مسألة التغيرات المناخية. الآن هناك يعني صعود للدور المصري والدور التونسي أيضاً، ولكن المغرب والأردن كانتا سباقتان في هذه المسألة بحكم أن كان لهما خبراء منذ سنين يعملون على الواجهة الدولية مع الأمم المتحدة في هذا الأمر. الوعي لدى الحكومات ولدى النخبة من المجتمع المدني ولدى الدوائر العلمية هو وعي كبير جدا، وهناك تفاعل وهناك عمل وهناك تخطيط، ولكن الوعي العام أن تصبح القضية قضية رأي عام وأن يكون هناك تفاعل وهناك ضغط وهناك جماعة الضغط ما زالت ضعيفة على المستوى العربي. لكن على مستوى المغرب هناك استثناء نوعا ما، لأن المغرب عرف تنظيم دورتين لمؤتمر الأطراف المتعلقة بالمناخ، دورة السابعة كوب 7 في 2001 وكوب 22 في سنة 2016، فكان الإعلام يعني اشتغل على هذا الأمر، والجمعيات انخرطت في مسيرات ومظاهرات في الشوارع من المسألة. المجتمع المدني المغربي كما تعلمون هو شريك مع الاتحاد الأوروبي وجمعية الاتحاد الأوروبية، فبالتالي هناك شكل جماعة الضغط، هناك ائتلافات، تحالفات، شبكات جمعوية تؤثر، لدرجة أن الحكومة المغربية خضعت لضغوطات المجتمع المدني وجعلتهم منهم مستشارين في هذه القضية. طيب. ولكن الوعي العام هو مرتبط بالوعي العام، مرتبط بالوعي العام المستوى الثقافي والتعليم. طيب. للأسف وضحت هذه الفكرة، لكن أريد أن أعود مرة أخرى إلى أوكلاند. دكتور أسعد، يعني نريد أن نستفيد من وجودك في الغرب لنسألك، يعني هناك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي أو المناخي التي أسست عام 1992 بمشاركة 165 دولة، ثم بعد ذلك وصلت إلى 197 دولة، يعني جل دول العالم تنتظم في هذه الاتفاقية. ما الذي أنجزته هذه الاتفاقية لمكافحة التغيرات المناخية والحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الأرض؟ طبعا دي اتفاقية مهمة جدا، فهم يعني معظم الاتفاقية دي بتحاول انه تقلل من الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون وغيرها، وبرضو الاتفاقيات دي يعني في دول ملتزمة اكثر وفي دول غير ملتزمة، فهو يعني عشان تحل مشكلة التغيرات المناخية لازم يكون في مجهود عالمي، والدول المتقدمة يعني ممكن يعني تكون لها دور يعني رائد ودور قيادي في الحد من هذه المشكلة. طيب أريد أن أبقى معك في هذه الاتفاقية التي هي حقيقة مهمة، ما خطوط العمل العامة في هذه الاتفاقية وإلى أي مدى نجحت في تحقيق أهدافها؟ طبعا يعني لتحقيق الأهداف لازم يعني يكون في تعاون بين الدول المختلفة، فمثلا في بلاد يعني متخذة يعني خطوات كثيرة جدا يعني في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفي بلاد مع الرغم انها يعني وقعت الاتفاقية لكنها لا تعمل شيئا كثيرا. طيب في الغرب تحديدا، أبقى معك دكتور أسعد لأن فقدناك كثيرا في المحور الأول وربما يكون سؤالي الأخير لك في هذا المحور، في الغرب تحديدا هل يمكن القول إن قضية التغيرات المناخية تشغل الرأي العام وتشغل مساحة مهمة من الإعلام ومن الأحاديث السياسية وفي جلسات البرلمان ومناقشات الحكومة، أم هي حكر على النخب فقط؟ لا حكر على النخب، يعني إذا احنا مثلا بنتكلمين عن بلد زي نيوزيلندا، حتى يعني الطفل الصغير يعني
ويعني حتى الأطفال في المدرسة والطلاب في المدارس لهم وعي كبير جدا على التغيرات المناخية. وكانت في مظاهرات تطالب الحكومة، يعني هنا مثلا الحكومة النيوزيلندية بعمل يعني المزيد من الحد من التغيرات المناخية. ففي وعي كبير جدا، والوعي ده يعني لكل الأعمار. طيب دكتور محمد، في كوالالمبور أنت ذكرت في مستهل هذه الحلقة أن العرب نسبة إسهامهم في حدوث التغيرات المناخية ضئيلة لأنهم ليسوا دولا صناعية. هل هذا يعني أن العرب لهم دور هامشي في مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض ومكافحة التغيرات المناخية؟ لا بالتأكيد، زي ما قلت لك هم ضحايا، ولكن آثار سلبية كثيرة من التغيرات المناخية بتقع عليهم. هم بخاطرهم أو بغصب عنهم لازم إن هم يبدأوا يعملوا بعض الأمور اللي هي تتصدى أو تكون مكافحة لهذه التغيرات المناخية. فمثلا عندك ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في العراق وفي البصرة تحديدا، واللي بتسبب جفاف للكثير من القطاعات. لابد من ان احنا نبدا نفكر، اوكي درجه الحراره هتتزايد مع الايام القادمه، لازم نجد مصدر مائي اخر. لابد من الان تبدا الدول في انها تفترض الاسوأ في المستقبل القريب وتبدا تتعالج مع هذا الاسوأ. زي ما انا واضح حضرتك عندك في العراق حاليا عندك مشاكل في المياه بشكل كبير، عندك في مصر برضه في مشاكل مائيه، في مشاكل غرق مدن. احنا عرفنا ايه اللي هيحصل في خلال 10 20 سنه، فلابد من دلوقتي ان احنا نبدا نخطط كيف في ظل الوضع السياسي والامني الراهن في المنطقه العربيه. هل هناك امكانيه لبروز استراتيجيه عربيه متكامله للاسهام في مكافحه التغيرات المناخيه برايك؟ هل هذا من الناحيه العمليه قابل للتحقق؟ طالما ان الامر بيد النخبه الحاكمه فالنتيجه صفر، مش هيعملوا حاجه. ما لم تتحرك الشعوب وتخرج جمعيات من المجتمع المدني تقود هذا الامر وتجبر الحكومات مثلما قال الاخ الضيف من لا ممكن، ولكن المهم ان عشان المجموعات الشعبيه دي تتحرك لازم الاول يكون عندها وعي، وعشان يكون عندها وعي لازم الاعلام بتاع الحكومات يبدا يتكلم عن هذه الامور الخطيره. فلذلك هي عامله يعني سلسله مترابطه، لو زاد الوعي هيتكون جماعات من المجتمع المدني هتقوم بضغوط على الحكومات وهتجبر الحكومات انها تتعامل مع هذا الامر بشكل جدي. ولكن طالما ان ما فيش ضغوط على الحكومات فانا يائس تماما من ان تقوم الحكومات بدور ايجابي في مكافحه هذه الامور. طيب ربما اليأس، يعني الابتسامة على وجه الدكتور أحمد ربما تعبر عن إحساس بشيء من التفاؤل واعتراض ضمني على اليأس، وهنا أستغل الفرصة لأسألك دكتور أحمد، ما الذي ينبغي فعله عربيا لمكافحة ارتفاع درجة الحرارة، وكيف يمكن أن يصاغ هذا الفعل؟ وأنا قلت بأنه ينبغي أن نكون متفائلين. يعني قبل 10 سنوات كان الموضوع محرم في كثير من الدول العربية ومتجال في كثير من الدول العربية. الآن أصبح من القضايا الرئيسية للحكومات، لأن تحدثت عن الاستراتيجية، ليس هناك استراتيجية عربية واحدة ولكن هناك تنسيق عربي. قبيل كل مؤتمر الأطراف الذي ينعقد سنويا، هذه السنة إن شاء الله سينعقد في شرم الشيخ دورة 27، والسنة القادمة إن شاء الله سيكون في الإمارات دورة 28، وانعقدت دورتان، دورة 7 والدورة 22 في المغرب في مراكش أساسا. يكون هناك اجتماع لوزراء البيئة العرب قبيل كل دورة عالمية، فهذا من ناحية هذا مسألة إيجابية. الإيجابية الثانية هي أن كل الدول العربية بدون استثناء تقريبا إلا الدول التي فيها مشاكل أمنية وسياسية كلها عندها ما يسمى بالمساهمات المحددة الوطنية، هذا التزام كل دولة تلتزم أمام المجتمع الدولي أمام الأمم المتحدة وترسم مخطط عملي وترصد ميزانيات من أجل المساهمة في تحقيق أهداف اتفاق باريس. أن الآن اتفاقية الإطار التي كانت في ريو دي جانيرو سنة 90 أصبحت متجاوزة، ولكن الاتفاقات التي جاءت فيما بعد اتفاق بروتوكول كيوتو في اليابان ثم
اتفاق باريس سنة 2015 أصبح هو الآن المرجع والمتمثل في تحقيق هدفين. على البشرية أن تحقق هدفين، الهدف الأول هو في سنة 2030 وهو تقليل تخفيض انبعاثات بنسبة 45% مقارنة ب يعني تاريخ المرجعي هو الثورة الصناعية. نعم. وثانيا الهدف الثاني هو هدف 2050 هو تحقيق ما يسمى بالحياد الكربوني. ماذا يعني الحياد الكربوني؟ هو أن الانبعاثات التي ستنبعث من الأرض، الانبعاثات الغازية، ينبغي أن تكون قابلة للامتصاص من قبل الطبيعة كما كان في السابق. فالتزامات هذه الدول، بل أكثر من ذلك، في السنة الماضية سنة 2021 عدد من الدول العربية حينت التزامها. في المغرب كان التزام 2016 بتخفيض مثلاً 42%، الآن رفعت النسبة إلى 45.5%، الإمارات كذلك قامت بنفس الشيء، مصر، تونس، كل الدول العربية تقريباً وضحت هذا الموضوع لم يعد طابو، وإنما الآن أصبح هناك مشاريع تنجز، تنجز، ويمكن تحدث عن ما هو. أستأذنك أستاذ أحمد، أستأذنك دكتور أحمد، دعني أمنح الفرصة للدكتور أسعد في أوكلاند. يعني إذا ما جاز التعبير أن نقف في منطقة وسطى ما بين جنة التفاؤل عند الدكتور أحمد ونار التشاؤم عند الدكتور محمد، طبعا إذا ما جازت التسمية. هل طرح طبعا الدكتور أحمد قضية الجمعيات والهيئات، أو الدكتور محمد يمكن أن تقوم بدور ما، برأيك ونفيد من خبرتك ووجودك في الغرب، أي دور والكيفية التي يمكن أن تقوم بها الجمعيات والهيئات والمؤسسات الأهلية في إنضاج مشروع ما لمكافحة التغيرات المناخية، وماذا عن دور الأفراد في ذلك؟ طبعا دور المجتمع المدني يعني مهم جدا، لأنه أول حاجة دور المجتمع المدني بيكون في خلق يعني توعية بالنسبة لأفراد المجتمع، وكذلك دور المجتمع المدني يعني يمثل ورقة ضغط على الحكومات لكي تعمل يعني سياسات وقوانين يعني للتعامل مع التغيرات المناخية. ولكن الحكومات لازم يعني تأخذ برضو يعني أمر قيادي وتحاول يعني تقلل من الانبعاثات الكربونية وتعمل برامج لكي تساعد الشعب يعني للتكيف والتعامل مع التغيرات المناخية. فهذا الموضوع يعني يحتاج إلى تعاون بين المجتمع المدني والحكومات. والنقطة المهمة في الأول يعني لازم يعني الحكومات لازم يعني تعترف بأنه المشكلة حقيقية، وهي يعني تشكل تهديدا يعني على على الشعوب وعلى العالم أجمع. يعني دي بتكون نقطة البداية. ففي معظم في البلاد العربية في غياب على الوعي، وهذا غياب على الوعي ليس على يعني مستوى الشعب وحده، بل على مستوى المسؤولين. نعم، وعلى مستوى المسؤولين الذين يعملون في الحكومات. نعم، وهذه دعوة موجهة للحكومات العربية لبحث هذه المسألة وإظهار الكثير من الاهتمام، لأنها تهدد العرب في أصل وجودهم بسبب خطورة هذه الظاهرة. ختاما أشكر ضيوفي الكرام عبر سكايب من كوالالمبور الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بجامعة يونتين الماليزية، كما أشكر ضيفي عبر سكايب من مدينة أوكلاند بنيوزيلندا الدكتور أسعد يحيى شمس الدين، أستاذ الهيدرولوجيا والموارد المائية بجامعة أوكلاند. والشكر موصول بطبيعة الحال لضيفنا عبر زوم من مدينة طنجة المغربية الدكتور أحمد الطلحي، الخبير في البيئة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية. يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في حراسة الله.